السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كان مطلوب من العديد من الاخوات، العديد من الاخوات اللي عندهم مشاكل في الشعر ديالهم، سواء تساقط الشعر او لا كيتعطل النمو ديال الشعر ديالهم او لا فراغات او لا القشره. بالنسبه للوصفه ديال اليوم فهي مجربه وطبيعيه 100%، وغادي نخلي لكم واحد الصور ديال الاخت ديالي اللي مجرباها شخصيا من بعد ما كانت كتبكي على الشعر ديالها اللي كانت يطيح بواحد الطريقه اللي خطيره جدا، وكانت كتبكي لي والحمد لله انها ناضت ليها الخلفه والشعر ديالها ولا كيطوال بالزربه. فغادي نهضر لكم على المكونات البنات وعلى الفوائد ديالهم، ومن بعد عاد غادي نوريكم الوصفه كيفاش كنخلطها. فاذا كنتو ما مهتمينش بالفوائد ديال هادشي هذا دوزوا مباشره للجزء الاخير اللي فيه الوصفه، ولكن كنصحكم باش تصنتوا الفوائد باش تعرفوا شنو كديروا في راسكم. زيت الزيتون البنات مفيد بزاف، كيقاوم الامراض اللي كتصيب فروه الراس، وكيتعتبر من افضل الزيوت الطبيعيه، وكيقي البنات من ظهور الشيب. الا جيت نهضر لكم على المكونات ديال زيت الزيتون فهي كثيره وعديده، وبزاف ديال الناس اللي كيعرفوا الفوائد ديالها، فانا جبت لكم الجزء الاهم. غادي ندوز للمكون الثاني اللي هو الفلفل. الفلفل الاخضر البنات كيتواجدوا فيه فيتامينات اللي مهمه وكتساعد على النمو ديال الشعر بسرعه، يطهر فروه الراس من الميكروبات والبكتيريا اللي كتسبب لينا في الامراض الجلديه اللي كتؤدي لتساقط الشعر. وكنبقاو نتسائلوا علاش الشعر ديالنا كيتساقط، هو راه ديك الميكروبات والبكتيريا كتراكم لينا في الفروه ديال الراس وكتسبب التساقط ديال الشعر. تحمي ايضا من الظهور ديال القشره البنات، وكيقوي الجذور ديال الشعر، يعني الجذور ديال الشعر كتولي اقوى من اللي كانت، وكينشط الدوره الدمويه، كيحافظ على قوه الشعر، وكيعطي واحد اللمعان اللي هو رهيب. غادي نخلي لكم الصوره الاخرى البنات ديال اختي الاصغر، حتى هي كتجرب هذا الزيت هذا، خلى ليها شعرها فيه واحد اللمعان اللي ما تصوروش كيفاش داير. المهم نخلي لكم الصوره هنا باش تكون المصداقيه اكثر وباش تتحمسوا. غادي ندوزو باش نوريكم الطريقه اللي كنستعمل بها هذا الزيت هذا. في هذه الوصفه انا احتاجيت فلفله كامله، انا ديجا مقطعه المكونات، غادي نوريكم كيفاش نقطعهم. بالنسبه للفلفله انا مقطعها مربعات كبار على هذا الشكل هذا، يعني شديت الفلفله قطعتها فقط من الوسط وقطعتها مربعات كبار على هذا الشكل هذا، وايضا شديت اربع فصوص ديال الثوم اللي قطعتهم حتى هما مربعات او لا دوائر، واحتاجيت جوج كؤوس من هاد الحجم هذا او جوج كؤوس ديال العنبه، وغادي نحتاجوا واحد القرعه اللي كتكون مظلمه او لا ممكن تغطيوها ماشي مشكل. فبالنسبه للزيت البنات اللي درت انا درته على حساب المده ديال الشهر، شهر عاد باش كتبان لكم النتيجه. ها نتوما البنات ها الفلفله كيفاش قطعتها، درت الثوم بهذا الشكل هذا، اربع فصوص ديال الثوم، وكبيت عليهم جوج كيسان ديال الزيت بهذا الحجم هذا. كيفاش الطريقه اللي كنستعمل؟ كنشد كاسرول كندير فيها الماء وكنوضعها على النار حتى كتغلى، وكنوضع كاسرول اخرى فيها المكونات الفلفل والثوم، وكنوضع عليها الزيت. انا حيت الوصفه ديجا خدمتها كنوضع عليها الزيت، وكنخلي هاد الزيت اللي مع الفلفل والثوم حتى كيغلى، عاد كنحيدو كنخلي الكاسرول فوق سطح العمل حتى للصباح، يعني حتى كتبرد تماما، وكنصفيها. كيف ما كتلاحظوا انا هنا صفيت المكونات. علاش كنصفي المكونات؟ حيت الا خليتو البنات الفلفله غادي تخمج وغتعطي واحد الرائحه اللي كريهه، فمن الاحسن تصفيوها، ومن بعد كنحتفظ بهذاك الزيت اللي خدمت فيه الوصفه. وغنشد مثلا الجورنال البنات او اي وسيله اللي تقدر تدرق لك هذا الاناء او هذه القرعه، هذه ما خصهاش تشوف نهائيا الضوء، توضعيها في واحد المكان اللي مظلم لمده 10 ايام وكتبداي تستعملي الوصفه. كنتمنى البنات تكون الطريقه اللي خدمت لكم بها الوصفه واضحه. من الاحسن ما ديروش يعني على النار مباشره، ضروري في حمام مريم. وهذه الطريقه اللي كنخدم بها هذه الوصفه. بالنسبه للوصفه البنات كتخدم على الشعر ديالنا بطريقه عاديه بحال غنستعملوا اي زيت، مع تدليك خفيف اللي يكون بشكل دائري، وحنا كنماصيو في الفروه ديال الراس ديالنا هكا كندخلوا الزيت بواحد الطريقه اللي زوينه.
هاد الوصفه البنات ممكن تستعملوها حتى 3 مرات في الاسبوع الى قدرتو، او لا غير 2 مرات في الاسبوع فهي كافيه. بالنسبه للوقت ممكن تستعملوا من 3 السوايع حتى 4 ساعات كافيه باش كتدير المفعول ديالها. وملي كتوصل 4 ساعات كنغسلوا الشعر ديالنا بالماء الساخن، كنأكد بالماء الساخن. ومن بعد البنات انا صراحه كنغسل غير شامبوان ديال جونسون للاطفال، كيخلي الشعر ناعم، كاين اللي ما غاديش يجي معاه. ممكن تستعملوا اي شامبو اللي نتوما مولفين. وملي كنبغي نخرج وكنسالي كنخوي الماء البارد على الراس ديالي باش كيتسدوا المسام. الا خليتو الا بقيتو كتخويو غير الماء سخون كيقدروا المسام كيبقاو محلولين، وبديك الطريقه كيبقى الشعر ديالنا كيطيح. فكانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى انكم تجربوها وتعطيكم نتيجه، وكونوا اكيدين من بعد شهر غادي ترجعوا لهذا الفيديو وغادي تاكدوا لي باللي جابت معكم نتيجه وشعركم ولا زوين وتفكيتو من بزاف ديال المشاكل. والى فيديو قادم ان شاء الله. قولوا لي الى عجبكم حال هاد الفيديوهات، قولوا لي في التعليق. وبسلام عليكم.